носик. Бежим туда. Бежим? Конечно, бежим. И не я шефу, хотя джаз-джаза. Сегодня мы зайдем в Медведский лес. Это такой большой лес рядом с нашим домом. Не хотела пойти туда сначала, но Саид меня уговорил туда пойти. Говорит, давай пошли. Я говорю, нет, там медведи. Это потому что называется Медведский лес, значит, там обитают медведи. А они иногда выходят с этого леса, чтобы там найти себе еду. Так что для наших подписчиков мы решили туда зайти. مرحبا بكم. انا داخلين في هذه الغابه خاوتي. بون فيها اسمها الميدفيتسكي ليس. تكتبوها ميدفيد معناتها دب، ليس معناتها غابه. تما اللي كنت تكتبوا ميدفيتسكي ليس اي تخرج لكم في الجوجل، يعني معروفه في مدينه اوريول. هذه غابه كبيره بزاف. انا داخلين ديال هاي الطبوحه الطبطوزه الاموره طبطبح مو خاوتي هاي ليك هو الدخله كيفاش باك ليك بحق ربع. بقول خرج لنا هنا كاش دب، وهنا كاين الدب الدبابه معروفه هذه البلاصه عبالك. صبر صبر كيفاش حتدخل له اصلا؟ شوف شوف درجي ما نسمعش تودا بايتي. شوف كيفاش دايره الغابه. هنا كان الدب جايه غابه هذه بالك فيها 40 كيلومتر خوتي طولها كبيره كبيره بزاف. ما زايم علي وقالت لي ما نروح شو خايفه من انا قلت اليوم هذه الغابه اني حاب ندخل نتلاقى بكاش دبو انا بالي بلي ما يأدينيش ما نعرف دوك. قال ما كاش ما صرا قلعوه خلاص بوك. انا كاين شجر ريتو ما بينش كيفاش نهبطو. شوفوا كيفاش الهبطه منه واد وما على باليش ويدان الدنيا حفاري مو منا كان هنا هنا هذا وين دخلنا منه. طب طبح حبيتي تشوفي الدب طب طبح يعني انت اسمع على بلاش قاو شوف شاري حبيبتي طب طبح مكاك زاي زاي اليوم. اه اكسلو ميتو دروبي تاني فدا يعني سمو قوتو بريتي نادا شنو عم نسيو من جهه يمكن ندخلوها يجي باني حصل في هذيك تاليفين هي حصل في هذيك تاليفين والله. شو الدخله شو الدخله زاي تحت واحد على بالك واحد انا داخلين معليش حنا ندخلوا نشوفوا الحاله كيفاش ولا قلع مورانا خوتي. اه نورمال احنا موالفين على كل حال بينا نشوف والله على حلم تاعي نتلاقى نشوف دب هنا في الغابه خوتي وتكونوا بمشاركتكم. معروف هاد البلاصه بالدب على بالي. شو غابة انكر وايا اوه 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 Вот, мы нашли мост. Мост в лесу. Сейчас я вам его покажу. Сейчас ближе подойду. О, мне страшно туда подходить. Это мост قديم بزاف ديك. من القرن هذا كان عندهم على بالي. Стой. Саид, не, нормально, иди. Ты с ребенком. Честно, я не хочу идти. Подожди, я не хочу идти туда. Вот честно вам говорю. Я боюсь. Подожди. Ой, водичка. Куда он идет? Куда он идет? Господи. Если... Зай, уж бей. Хватит еще. Шуф الدنيا. Ади غابة ولا خليني ليك. Ади غابة تاع الصح. Да. Если мы пойдем внутрь, мы можем потеряться. Потому что там большой лес. Далеко не надо. Мэлиш, нтбахар. Она нхаб المغامرات ليك. А ليش رفتي هذه? Ну, вдруг собаки, не знаю, волки. مالا اللي شتو توت نورمال يا خور في تحت ما قلت لك شي كلاب ولا كش ديوبا ولا سمح هيك فيها الوقت شو راح تضرب ولا خرج الديب ولا هاي ما يعطيك يمشي الناس بصراحه نشوف. اه والله بخالتك كلبي ويخبط على بالك كش
دب هنا يا يخرج لنا الحاج يخرج لنا يا الدب. شو بيك؟ لين ما طاحت خوتي انا ديروا دوك عفايس تاع الصياده من تخاف واحد تعفس عليها تصنف يصيدوني انا. شوف 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 باك تبحرنا هنا انت ولا تبحرنا تهردت. اصبر يو بحر الغابة هذا شو رانا خاتي رانا في اكبر غابة في مدينة اوريول غابة ميدفيتسكي ليس ليس بي يو يعني غابة ها شو بلودي كتر بي بدي كتر بي شو وانت بلودي يس قلت لي كل الناس دا دا با يديهم كل الناس اوه لقينا الناس ما انا ما نخافش خلاص اوكي سمعنا صوت تاع الناس هاوتي هنا سمعنا كاين شي الناس من هيك ديجا قاعدين شو شو يديروا الشرب ولا باليش انا شو واش خرجت تمشوا هاك تري غير تغابه هادي عباك ولا تبحرنا راني خايف نتبحروا حتى الانترنت وما كاش هنا لا تبحرنا مشكل هادي هي تقول لا ني ما شاء الله هنا عجبتني هذا نرتاح في هذا البلايص زاي وينك رايحه تكودا شو شو ها تكودا طالع في الجبل يا في الشجره شو حبيبتي وين راهي؟ هاتوا شو حبيت نوريكم؟ شوفوا وش لقيت هنا شو لقيت؟ شوف صبرت شو ندخل في هذا الخرش يا جدك شنو هذا يا جدك شوف شوفوا وش لقيت يديروا لهم الروس هم الشعب تاعهم ولا لابوليس تاعهم يديروا هذه الصور يديروا لهم بيوت تاع زوا وش ولا ما على باليش تاع واش هذو شوفوا كيفاش ما فهمتش علاش يديروا لهم زايد ليش طويطه فهمت انا هاولي شوف وش فيه الداخل هذا ما فهمت شنو هذا المهم يديروا لهم هذا الزواويش ولا ما على باليش شوفوا خوتي غابه بحر غابه بحر كبيره بزاف هذه طاحت الشجره خوتي احنا الله رانا ما على بالنا واش كان في هذه الغواب هذو احنا ندخلوا على ربي على بالكم على بالنا بلي فيها الدب وانا حلمي نتلاقى به جامي شفته ملي جيت للروس ما تلاقيتش به الدب هذا الدب الروسي يعني حاب نشوف يعني حلم تاعي نشوف الدب و يا الله والله الا كنت نصور ما عليش يقلع مورايا نورمال ما هي ما يصرى والو شو امير امير الدور في الغوابي شوف 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 يا اخي شوف زلست من ديرو اي سيرخو باسنيمات شو أباك شفت من هيك حاجة تحركت شفت من جهة اليمين هيك حاجة تحركت ما فهمت حاجة هاكا سمينة بانت لي أنا لا بنادم هذا ما نظنش عيني شافوا حاجة جات جات هاك هما على بالي يا ديب يا نيزناي يا فيديو شطوني بوت طام دفي قلشة نيزناي شو دا بيجيم تودا بيجيم كانيشتا بيجيم خوافة زي كي نهربو بيجيم تودا مشت ليستيك بول ها؟ مشت ليستيك بول نيزناي أميرة أميرة شوف شوف تدخل في الخرج تدخل في كلش علمناها أميرة تدخل في الأماكن الصعبة يعني دابا صوتي صوتي سبور سبور أكيد جوزي في الأرمي يا أميرة صبح زي تحب تلك الشجرة تطلع بس تصور لكم من فوقها طلعت тут нет таких деревьев которые можно подняться тут все такие вот я фиг поднимусь туда قال بيتنا مالك خاوتي تسوس شفت ملي هادو ها فايس زاي باي ديوم ابراتنا باي ديوم ها وكان كانوا يجيو يشويو
شنو زعما يشويو لعيب هذوك شي حاجه انا ما شوف ها يا اخي شنو الديريفو подняться вот она дерево ты представляешь как будто там подниматься как спускаться это невозможно чтобы я поднялась и спускалась а потом اللي تحتو عندنا اللي تحت بس كما نيش حابين نتعمقوا فينا تبحروا خاوتي جي بي اس ما تمشيش في وسط الغابه على شكون تمشي بالانترنت تما وكان تبحروا كارثه كيفاش هتولي طرق كاع يتشابهوا ما ديدوش كيفاش يطيح علينا الظلمه هنا انا ما كنت حل الظلمه يسلي تتمنيه تزديش دابا بيستري تكدا اروح ازرب 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 اباك طيح علينا الظلمه ديجا راهي 6 اباك يطيح علينا الظلمه بات هنا انا الظلمه روح انت ومشي وشوفوا من حاجه ما تولد ما طب 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 جنود خاوتي يا انا عاودي انا سبيني وصلت شوف الغرقه الغرقه هنا المشكل شوف الطريق كيف الغرق عليك تخاف تبردخ هنا تجيب هذا التوتو اللي كامل كحل هي حقيقة بلاصة شابة مي وشنو فيها أجواء مخيفة جدا جدا بلاصة مخيفة شوية ها وبدي كيفاش أميرة طب طباح ظرف الغوابي ما عبالهاش ها افيجينا ايه так сейчас я попробую залезть ох блядь на дерево ну вот такое вот думаю что я залезу туда так пока не стемнело хочу снять всю красоту Ну блин, ну что за деревья такие? Вообще никак не залезешь на них. Хадрыш, мшиммах. Тлать себе рдах, лей. Ай, роху, они еще в пласа, дыр, хата хрена отдалма. Какое дерево? А? Балик. باشلي انا نروح مني خايف تحت الظلمه خاوتي باسكو بدات الحاله تغمى وشو اموره شوتي يا روحوا حبيبتي هاي يا покажу вот такие вот тут толстые вот так вот я смогла бы залезть انا خرجنا ديركت في الموست في البون هذاك اي اميره جا وحدها ولا تخلاص خرجنا ديركت مزيش في تاع الطريق مازال ما طاحش الظلمه احنا مانيش حابين نلحق بين الظلمه هنا كيف خرجنا بالظلمه وما نقدروش نتعمقوا سماتري شو شوفوا كيفاش دار شو شو كي تعيات ريح احنا ما حبيناش نطولوا في هذا الغابه بس يطيح الظلمه مشكل انا نحوسوا نروحوا ناكلوا كوسنا اي توتشكا انا نحوسوا وين جايه صور شوف شوفوا اللي بعيده علينا شوفوا خوتي الغابه قد منها شوف شوفوا الغابه هذه واو دلكو هذه كامل غابه تشوفوا لكم احنا اللي رانا فيها ايماجين تبحر هنا هاي لك شوف شو. ما زديش احنا رانا مو مش جاهز ليش بايتي ومهبول انت يا تيتي شو نورمال نروح من جهه الغابه ني شوف شوف طيح علينا الظلمه تبحروا ليك الغابه خوتي شوف شحال كبيرة سما هادي واد وكاين ويدان وكاين سما تتبحر شو فهاد يوم دوكانا رايحين حبينا ناكلو نروحو للماكدونالدز الجديد تاعهم وناكلو وراكم بمشاركتكم بالطبع تبطبح رواحي رواحي تبطبح عطيني يدك رواحي تبطبح خوتي مغامرات والله هذه مليحه في النهار كي تنوض صباح خوتي باش ما تخافش تحليك عليك الظلمه ونجونو زين نقطعوها والله غير نقطعوها زاي كاكني بودت من نضفا يوم بريد يوم شو دا بيزنيو بدون اميره نقطعوها الغابه هذه ادو نمشوها قاع 40 كيلو نمشوها طاكسي تاعنا وصل باش نروحوا ناكلو ما
Здравствуйте. Я местный, не переживай, 45 прожил в этом месте. Это такси, который мы когда приехали первый день. Может быть, я вас и возил. Зай, помнишь его, нет? Может быть. Харак, 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 харак. Поехали, сейчас я его сделаю. И по месту все рядышком, сейчас я вас завезу. Да. Только вышел, я уже вон в том доме, вот, который вверху стоит. А-а-а. Думаю, как раз, да, выспался, отдохнул, думаю, надо пойти выручить хороших людей, довезти до места. Ну, а потом будет все остальное. Да, меня же вывел. Зону втор нашел. Вылег на дорогу, надо отдать. Доступ в интернет возобновлен. Ана усална. Рио. Рио, алло, Рио. Кима ты Ростов? هذا ماكدونالدز الجديد تاع روسيا. نفطر ليكيباج صباح اذا ما فطرناش. او ميزيريه تاع الغابه هذه ها بز راسي انت فيش دارت واش خات كامل جاي يلا ليكيب تاكلي ماكدونالدز عرفت كيف؟ حنا دوك نبداو ناكلو ديكيب اذا ما فطرناش صحتنا وصحتكم نتلاقاو ابري شريناها خوتي دوك نروحو للدار هادي كان الفيديو تاع اليوم حاجه خفيفه برك ان شاء الله دورنا ورينا كيفاش الغابه هذيك غابه الدب هذيك طب طب هاي ليك تاكل في البطاطا زاي بزاف عليك سمحي لي نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله خاطر